بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على من ضعنا عدتا دنيا وآخرة آمين يا سميع يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر سبحانه وتعالى. نعود إلى نفس الآية، وقال الذين اتبعوا أيها السبيل، وقال من سورة البقرة، وقال الذين اتبعوا لو أن ما تمشي شبعي لا يبقون شبع غريقة ما تمشي بالتمام، يعني ضائعين فيها على قوية بالعلمية الناس ضائعة الناس، يعني ما عنده حتى منفعة باش يصير حاله في صورة لو أن ما نعملهاش. لو أن تجي تتبوش قبل ما غريقة هم تلحق وعلى دور غريقة ما تحبوه مين كل ما تحبوه وتغلغل على اللي بيك الدنيا كل ما تحبوه. هيا أمريكا يا ابني انتخبت من السعود ومن من انتخبت الكرب عن طريق الماء الحرام، هي الوجهة هنا اللون بتاعها ما يمشيش. قال لو قارنا لما نكب سبعانا في اللواعي بتاعنا ولا في صمت أمي في كما تقول في حديث المكة السري لا يتخشوا من السنون لا يجي كذا. انتما لكن تلاقوا كل دخل الشيطان، الشيطان يزيد على بيكم حتى بلبسوهم يزيد وصوت عليكم يزيد لعبيكم على رينا دائما يجيكم من السبب بتاع قبائل ما تقرب ملغم على المجر. العياذ بالله المرارة تشدكم لأنكم ربطتم وقلتم جيتم من كل حد بنصوم وشتم طمعا في السمعة طلبا في الريادة طبعا في المال وعلى المجر وشتم خلق بيت مطلب شتم نار الجنة جنة الخلق. فدول يسمون هذه جنة الخلق أنتم غادي كمنور الدين ويحسبون كل صحة عليهم برضو كل بوصفكم، يعني كنت مخلط بالمسكين حديث خيرات شهور من المشيط الأولى المشيط الغالي والكبائس بتاعكم كنت بيها الصغيرة ومن تبعهم كأرنال الأقواس من كل حد وصوب من كل مكان والزنا البطال السرية البني شبيون كل البشرية أو الأغلبية بناهم وهم لا يعلمون أنهم مستقلين من طرف خلق الله وهم الصغيرة الملعين. نسأل الله السلامة.